لماذا تألقت أم العريس وأم العروس في حفل الحناء الذي سبق زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة؟ في حفل حناء استثنائي يقيم بتفاصيل التراث السعودي والأردني ليسبق زواج الأمير الحسين والآنسة رجوة، حرصت الملكة رانيا لعبد الله على تزيين إطلالتها بتفاصيل ملكية كالعادة. وقع اختيار جلالة الملكة في هذه المناسبة على فستان سماوي بتصميم أنيق وتطريز ساحر من المصمم اللبناني سعيد قبيسي. تميز هذا التصميم بالتطريز اللافت على الصدر والكمين الواسعين بمجاءة التنورة مناسبة بنعومة. وحرصت شقيقتي العريس الأميرة إيمان التي ارتدت فستان بلون اللافندر والأميرة سلمى التي اختارت ثوب أحمر اللون يتزين بتفاصيل تراثية. وسجل هذا الحفل ظهور نادر للسيدة عزة السديري والدة الآنسة رجوة السيف والتي ارتدت عباية زرقاء تتزين بتطريز مستوحى من الثوب العسيري مع طرحة بلون مطابق. أما عن المجوهرات فارتدت الملكة رانيا حلق من براند فالوناس وهو نفس الحلق اللي لبسته في حفل تتويج الملكة تشارلز.